إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا
ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عسار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اے اللہ میری کتنی ایسی برائیاں تھیں کہ جنہیں تو نے اچھائیوں میں بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اے خدا میری کتنی ہی ایسی اچھائیاں تھیں کہ جسے کہ میں جن کے قابل بھی نہ تھا, میں جن کا اہل نہ تھا, پروردگارہ تو نے انہیں لوگوں کے درمیان مشہور کر دیا. اللہم عظم بلائی وافرق بی سوء حالی وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها. اے خدا تو احسان پر احسان کرتا رہا اور میں گناہ پر گناہ کرتا رہا. اے خدا یہ گناہگار بندہ اگر تیرے در سے رحمت کی امید نہ رکھے تو یہ بتا کہ وہ اور کون سا در کھٹ کھٹ آئے. اے خدا شب جمعہ تیرے محبوب تیرے حبیب کے وسیع علی کی تعلیم کردہ دعائے کمیل کی تلاوت کر رہے. اے خدا تجھے ان الفاظ کا واسطہ ہم سب کی مغفرت فرما. وَخَدَعَتْنِ الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا وَنَفْسِي بِجِنَايَتِهَا وَمِطَالِي يَا سَيِّدِي فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَلَّا يَحْجُبَ عَنْكَ دُعَائِي سُوءُ عَمَلِي وَفِعَالِي وَلَا تَفْضَحْنِي بِخَفِيِّ مَا اطَّلَعَتْ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك. اے خدا یہ بتا میرا تیرے سوا اور کون ہے. اسألو كشف ضري والنظر في امري الهي ومولاي اجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما اهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا
مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي اے خدا میری اس ناتوان جلد پر رحم فرما اے خدا میرے اس کمزور بدن پر رحم فرما اے خدا میرا جسم دنیا کی اس گرمی کو برداشت نہیں کر پاتا بھلا آتش جہنم کو کیسے برداشت کر پائے گا اور اے خدا یہ کیسے ہوگا کہ تو اپنے اس کمزور و ناتواں بندے کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دے اے خدا رحم فرما يا من بدع خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لي بابتداء كرمك والسالف بالركاب يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلق النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح إلى الأوسعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل
الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها ضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته. فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك. خدا میں تیرے عذاب پر تو پھر بھی صبر کر لوں گا. فکیف اصبر على فراقك، اے میرے اللہ تجھ سے جدائی کو کیسے برداشت کروں گا. وهبني صبرت على حر نارك، فكيف اصبر عن النظر الى كرامتك. میں اگر آتش جہنم کی اس گرمی کو برداشت بھی کر لوں تو اے خدا یہ بتا کہ میں تجھ سے رحمت سے دوری کو میں تیری رحمت سے دوری کو کیسے برداشت کر سکوں گا. ام كيف اسكن في النار ورجائي عفو. اور اے خدا میں آتش جہنم میں ٹھہر کیسے پاؤں گا کہ جبکہ ہر وقت مجھے تیری رحمت کی امید ہوگی، تیری عفو در گزر کی امید رہے گی. فبعزتك يا سيدي ومولاي، تو پس اے میرے پالنے والے، اے میرے سردار، تجھے تیری عزت کا واسطہ. اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا، یہ میں تیری نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سچی قسم. لئن ترکتنی ناطقا، اگر تو نے میری گویائی کو میدان حشر میں سلامت رکھا. لأضجن إليك بين أهلها زجيج العاملين، تو امید کرنے والوں کی طرح سے میں تجھے فریاد کرتا رہوں گا، تیری بارگاہ میں تجھے پکارتا رہوں گا. زجيج العاملين ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين. ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث مستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ اسے آگ کیسے جلائے گی کہ جس کی شور کی آواز، کہ جس کی پر امید آواز کو اے رب ذوالجلال تو سن رہا ہوگا، وترى مكانه، اور جسے تو دیکھ رہا ہوگا، جس کو جلتے ہوئے تو دیکھ رہا ہوگا. اے خدا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا بندہ تیرے سامنے آتش جہنم میں جلتا رہے اور تو اسے جلنے کے لیے آتش جہنم میں چھوڑ دے؟ اے خدا، میں اس موقع پر بھی تیری امید سے، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں گا. بس اے خدا میری مغفرت فرما. ام کیف یشتمل علیہ زفیرها
أم كيف يشتمل عليه زفير وأنت تعلم ضعفها؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك، من برك وإحسانك. فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديه، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملاها من الكافرين، من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين. وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا، وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حتمتها وحكمتها، وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة. أي خدا، آج کی اسی رات میں، انہی ساعتوں میں اور اسی ساعت میں، اے خدا میری توبہ کو قبول فرما. انت بلی فی هذه الليلة وفی هذه الساعة، کل جرم اجرمت وکل ذنب اذنبت وکل قبیح اسررت وکل جهل عملت كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة نمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت، أو إحسان فضلت، أو بر نشرت، أو رزق بسطت، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره. يا ربي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. اے میرے پالنے والے، اسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب.
ربي يا ربي يا رب. قوي على خدمتك جارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة من وأغسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي. أي خدا میں نے اپنا چہرہ تیری جانب کیا, اے خدا میں چل کر تیری ڈیوڑی پر آ گیا, تیرے چوکھٹ پر آ گیا, تیرے دروازے کو کھٹکھٹایا. اے خدا میں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا, میں نے اپنی جھولی کو پھیلا دیا. وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي. اے خدا جب میں اپنا شرمندہ چہرہ لے آیا اور تجھ سے سوال کر چکا ہوں تو پس تجھے تیری عزت کی قسم ہے مجھے خالی نہ لوٹا, اور کوئی سخی ایسا نہیں کہ جس کے پاس اگر کوئی کچھ مانگنے کے لیے جائے تو وہ اس کے سوال کو ادھورا چھوڑے یا اسے رد کر دے اور اسے خالی پلٹا دے. تو اے خدا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس ایسے واسطے ہوں محمد وآل محمد علیہم السلام جیسے واسطے. ہاں عزیزو, ایک آس لے کر آنے والا مومن شب جمعہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آیا, ایک آس لے کر مومن یا مؤمنہ جب آئے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا انہیں واپس پلٹا دیں. دو جملے عزیزو اہل بیت کی مصیبت کے سنیے گا. جیسے آج کی رات مومن کو اللہ سے معافی کی آس ہے, اسی طرح سے کربلا معلا کے میدان میں ایک چار سالہ بچی کو آس تھی, اور وہ آس لے کر بچی دروازہ خیمہ پر آ کر کھڑی تھی اور یہی سوچ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ دیکھو بچوں میرے چچا کا عالم جا رہا ہے فرات کے کنارے, اور وہ بچی چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ارد گرد جمع کرتی ہے اور شہزادی یہ کہتی ہے بچوں اپنے کوزے لے آؤ, اپنے کوزے لے آؤ کہ سکینہ کا چچا پانی کی سبیل کے لیے فرات کے کنارے گیا. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سوکھے ہوئے کوزے ننھے ننھے ہاتھوں میں لیے شہزادی کے آس پاس آ کر دروازہ خیمہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے عباس کا عالم جھکا, جناب سکینہ کا دل دہلا, مگر ایک مرتبہ سرکار ابوالفضل علیہ السلام کا عالم دوبارہ سے ہوا میں بلند ہوا. جناب سکینہ کی جان میں جان آئی ہے مگر ایک مرتبہ کہ اب جب چچا کا عالم جھکا اور دوبارہ سے بلند نہ ہوا, شان عباس کٹا چکے, مشک سکینہ میں تیر لگ چکا, سکینہ کے مشکیزے کا پانی زمین کربلا کی ریت کے نظر ہو گیا. چچا کی راہ تکتی رہی بھتیجی مگر چچا نہ آیا, چچا تو نہ آئے مگر کٹے ہوئے بازوئے عباس خیموں میں آئے.
عباس کا خون میں بھرا پھریرا خون میں بھرا علم آقا حسین اپنے ساتھ لے کر خیموں میں آئی یہ چار سال کی بچی حسین کی سکینہ ہے کہ جس نے دیکھا اب کہ میرے چچا جب نہیں آنے والے ہیں ایک مرتبہ سوکھا ہوا کوزہ جو بچی کے ہاتھوں میں تھا کربلا کی زمین پر کوزے کو پھینکا ہے ننے ننے ہاتھ شہزادی نے آسمان کی جانب اٹھائے ہیں اور اس کے بعد یہی صدا دی ہے بار الہ سکینہ کو پانی کی خواہش نہیں ہے سکینہ کا چچا واپس آ جائے ارے سکینہ کا چچا جو بچھڑا پھر اس چچا اور بھتیجی کی ملاقات نہ ہو سکی مگر رب چچا اور بھتیجی کی نسبت اور یہ محبت قیامت تک ایسے باقی رہے گی چچا کا علم ہوگا اور بھتیجی کی مشق ہوگی اور مشق سکینہ کو عباس کی علم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا وَبَمِنْ تَعَلَهُمُ الْإِجَابَةِ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما سهل وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من ناله وسلم تسليما كثيرا كثيرا